أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في دروس جديدة من دروس اللغة العربية. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب ستستكشف مفهوم فن القصة، يوضح الشرف الذي نالته مدينة معان في عهد النبوة. أيضا تبين عزيزي الطالب عناصر الصورة الموجودة في النص، وتقوم بقراءة قصة وتحللها إلى عناصرها. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب سنقوم بحل أسئلة التذوق الأدبي من قصيدة في معان وأسئلة قضايا لغوية. وقلنا أن قصيدة في معان هي للشاعر عبد المنعم الرفاعي، وهو سياسي وشاعر أردني درس الأدب العربي في الجامعة الأمريكية ببيروت. التحق بسلك الدبلوماسي الأردني موظفا في ديوان أمير شرق الأردن عبد الله الأول بن الحسين. تدرج عبد المنعم الرفاعي في المناصب السياسية من سفير إلى وزير خارجية حتى تولى رئاسة الوزراء. له ديوان شعري عنوانه المسافر، وهو من نظم نشيد السلام الملكي. كتب الشاعر قصيدته في هذه في معان أثر رحلة للأمير عبد الله الأول ابن الحسين إلى هذه المدينة. نقوم في هذا الأسبوع بحل أسئلة التذوق الأدبي. عليك عزيزي الطالب أن تبين جمال التصوير في الأبيات القصيدة، وتقوم بمعرفة العاطفة التي تبرز في كل بيت من الأبيات، واستخراج من القصيدة طباقا، ثم تقوم بإعطاء أمثلة على ذلك من عندك، وتبين عزيز الطالب البيت الذي أعجبك في القصيدة ولماذا. في ضوء دراستك لهذه القصيدة عليك أن تستخلص أبرز اهتماماتها الفنية. ننتقل بعد ذلك إلى القضايا اللغوية وبيان نوع الهمزة فيما تحت الخط من الأسئلة. تقوم باستخراج اسم تفضيل على وزن أفعل. ورد في قصيدة كلمة الأمس، ما الفرق بينها وبين أمس، إلى ما يعود الضمير التي تحته الخط. وعليك تقوم بإعراب ما تحته خط إعرابا تاما. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب سيكون هناك فن القصة، وهو فن أدبي عالمي قديم جدا، وقد وجد عند معظم الشعوب والأمم قبل الإسلام، وخصوصا عند حضارات الروم والفرس. كما احتوى القرآن الكريم على العديد من قصص الأمم السابقة، بل أنه خاطب العرب بطريقة قصصية ملائمة لميولهم وطبائعهم المعتمدة على حب استماعهم. أيضا تتميز القصص العربية قبل الإسلام بواقعيتها، بخلوها من الخيال والمبالغة في السر، باستثناء قصص الأساطير، ومن مظاهر اهتمام العرب بالقصة وحرصهم على جمع ورواية أخبارهم التاريخية وحكاياتهم المتعلقة بحروبهم. القصة هي في اللغة عبارة عن حكاية مكتوبة مستمدة من الواقع أو الخيال أو من الاثنين معا، وتكون مبنية على أسس معينة من الفن الأدبي وجمعها قصص. والقصة بمفهومها المعاصر هي تسجيل لما يحدث في فترة معينة من الفترات، سواء كانت أحداثا كبيرة أو حدثا واحدا، وتكون هذه الأحداث قد تركت أثرا في نفس الكاتب، الأمر الذي دفعه لكتابتها، وتكون هذه الأحداث واقعة خلال فترة طويلة. أيضا تحتوي القصة على حوادث نقلها الكاتب من حياة واقعية، ونسقها بشكل فني وأدبي بطريقة تميزه عن غيره من الكتاب الآخرين. والجدير بالذكر أن بعض الأحداث المذكورة في بعض القصص تكون مختلفة ومن نسج الخيال، مع عدم خلوها من دلالات تمس الواقع بشيء ما. أنواع القصة، القصص أنواع، منها الحقيقي ومنها الخيالي. فالقصة الخيالية تكون الشخصيات فيها نسج خيال الكاتب، فهي ليس لها وجود حقيقي، وتكون ذات طابع رومانسي يصور بطولات الفرسان. وهناك قصص علمية التي ليس لها علاقة بالواقع، فهي عالم خيالي بحت من القصص ما يتناول أحداثا واقعية معلومة زمانا ومكانا يمثلها أشخاص واقعيون. الغاية من القصة تشتمل الغاية من القصة على تحقيق الفائدة من خلال طرح المشكلات التي تواجه المجتمع واقتراح الحلول لها، كما تكشف أحداث القصة عن أمور دقيقة يهتم لها القارئ لكنه يعجز عن تفسيرها، كما تحقق القصة المتعة من خلال طريقة بنائها وتسلسل أحداثها والإبداع في سرد أحداثها ورسم شخصياتها، بالإضافة لشد انتباه القارئ. هناك لعناصر القصة عزيزي الطالب، وهي الحل والحدث والزمان والمكان والعقدة والحبكة والشخوص. وقلنا الحبكة هي مجموعة من الأحداث التي تدور حول صلب الموضوع وتكون متسلسلة ومرتبة تبعا لأسبابها، وتمتاز الحبكة بعنصر لفت الانتباه وشد القارئ لما يقرأه. الأحداث وهي الوقائع التي المنظمة والمذكورة في القصة، والسرد يعبر عن نقل القصة من الواقع إلى اللغة، الزمان والمكان، الشخوص، ويجب مراعاة نموها وتطورها أثناء كتابة القصة.
البناء والتطور الذي يطرأ على شخصيات القصة وأحداثها وتبدل أحوالهم. شاكرة لكم حسن استماعكم وتعاونكم.